اتوقع لو انا اديت الورفر التايم ده يزيد ولا يقل؟ الوقت اللي بياخده لحد ما تجلط. برافو عليك، يزيد. هياخد وقت اكتر لان ده بسيوله، مش الورفر جامد سيوله. يبقى الوقت اللي هياخده عم يتجلط هيزيد لو بياخد ورفر. طب انا كواحد طبيعي الاي ان ار بتاعي المفروض يبقى كام؟ لا الاي ان ار مش البروس من بين طبعا. ده على ده يبقى كام؟ لو خدت انا طبيعي، انا طبيعي وما باخدش حاجه. واحد او واحد صح. واحد كاريشيو واحد، مش بيرسنت، كاريشيو واحد خلاص. طب انا وانا باخد ورفرين باخده عايز الاي ان ار دي تزيد ولا تقل؟ برافو عليك. يبقى انا اصلا قاصد ان انا ادي الورفرين عشان الاي ان ار بتاعتي تزيد، وغالبا عشان الشخص ده عنده احتماليه للتجلط. لا احتماليه ان يجي له تجلط، فانا عايز اعمل له سيول عشان ما يحصلوش تجلط. ولذلك الثيرابيوتيك اي ان ار لمعظم العيانين من 2 ل 3. الوقت اللي بياخده عشان يتجلط، اللي بياخده ايه؟ عشان الدم يعني يتجلط. ايه ده؟ هديله وقتين. الناس اللي بتاخد وورفرين متوقع الاي ان ار انا عايزه يبقى يزيد ولا يقل؟ الاي ان ار، الاي ان ار ده الوقت اللي بياخده عشان يعمل كواجيليشن يعني. لا الاي ان ار ده ريشيو ما بين البروستروم بين تايم بتاع العيان على البروستروم بين تايم بتاع الشخص النورمال. بصوا يا جماعه تاني، انا دلوقتي بدي وورفرين ليه؟ عشان امنع الكواجيليشن. يس، عشان الاي ان ار يزيد. لو البروستروم بين تايم بتاع العيان الثواني لما ادي الورفرين هيزيد عدد الثواني لان بيزود السيوله هيقلل التجلط، فهياخد وقت اكبر على ما يتجلط. فالاي ان ار بتاعي هيبقى هيزيد، وده اللي انا عايزه. انا عايز اقول لكم في مره من المرات خطا كده من كذا سنه، كنت في الصيدليه وواحد عيان جاله ام اي مايوكارد انفاركشن، المفروض ياخد ورفرين عشان خاطر الاي ان ار بتاعه يبقى عالي عشان ما يحصلوش جلطه تاني. كان الاي ان ار بتاعه 1.5. انا بقى كنت متخيل انه انا عايز يبقى الاي ان ار 1، يعني 1.5 كويس بس انت عايز تقل شويه عشان تبقى الطبيعي. بس ارجع انا لحقت نفسي ساعتها، قلت له ارجع للدكتور برضه. خطا فادح، انا كنت هقلل له الجرعه. لا ده هو عايز يبقى من 2 ل 3. يعني دايما هتلاقوا الثيرابيوتيك رينج غالبا 99% منه من 2 ل 3. الاي ان ار يبقى من 2 ل 3 عشان يحافظ على الدم في سيوله عشان ما يحصلش تجلط، لان اصلا الريسك ان هو يحصل له تجلط كبير. خلي الوقت يزيد، عايز الوقت يزيد بالظبط. فعشان كده ما يحصلش تجلط. مش عايز ازوده عن 3 عشان ما يحصلش. وما يزودوش عن 3 عشان ما يحصلش، بقى العكس نزيف. كلام صح 100%. وصلت يا جماعه حته ان انا ايه الاي ان ار وبديه ليه وكده؟ اه. في بقى 6 حالات يعني بعض الكونديشنز اللي بدي فيها انتي كواجولانت. مطلوب مني حاجتين في الحاجات دي لو جه في كيس او في اي حاجه. انا بدي التارجت اي ان ار بتاعي كام؟ اللي هو من 2 ل 3 في الخمسه، 1 2 3 4 5، السادس بس اللي متغير من الاخر كده. شوفوا نسبه كام في المية بقى، نسبه كبيره جدا. اول حاجه لو قال لك في واحد عنده مرض معين وعايز اديله انتي كواجولانت معين، يبقى اول حاجه التارجت اي ان ار اللي انا محتاجه اخلي الاي ان ار كام، وتاني حاجه لمده قد ايه هديله انتي كواجولانت. هو ده السؤالين لازم اجاوب عليه. هو في حاجات كده معينه هو معروفه، يقول لك لو عنده ديب فين ثرومبوزس او بالمونر امبوليزم، لو عايزين تكتبوها الدي في تي معناها ديب فين ثرومبوزس او بالمونر امبوليزم وذ تايم ليميتد ريسك فاكتورز. يعني ايه تايم ليميتد ريسك فاكتورز دي؟ مش تايم ليميتد ريسك فاكتورز يعني تايم ليميتد ريسك فاكتورز، يعني ريسك فاكتورز محدوده او مؤقته. كان واحد مثلا عامل عمليه كبيره مثلا وبدريدن طريح الفراش، حته ان هو طريح الفراش دي تزود الجلطه عنده مجرد ان هو في حاله ستجنيشن، حاله ستيزس، حاله عدم حركه. بس ده مؤقت يعني، فاهم قصدي؟ يعني بعد ما يخف ان شاء الله ويتعافى هيتمشى خلاص الريسك ده هيزول. ست الحامل، الحمل نفسه ريسك فاكتور للجلطات، بس ده تايم ليميتد
يعني مجرد فتره الحمل. طب ليه يا جماعه الست الحامل معرضه للجلطات؟ عشان السيركيليشن بتاعتها بطيئه. ممكن يكون فاكتور، ممكن باللوجيك كده بالمنطق، بس ده مش اللي انا محضره في دماغي يعني، بس ده من اللوجيك ممكن. ايه يعني كانك بتتصدى على الموضوع يعني قله الحركه يعني، بس لا في 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 حاجه سبب تاني اقوى، الاستروجين. الاستروجين العالي، الاستروجين النورمال ده هو بيحمي من الكواجيليشن، انما الاستروجين لما يبقى عالي بزياده عن اللازم بيعمل هايبر كواجيوليزم او كواجيوليشن. فاهمين ازاي؟ فالاستروجين اللي ست الحامل بيحطها في ريسك ان يجي لها جلطه، هو مش موجود في ورق بس احنا بندردش مع بعض، بس الست دي ما تاخدش ورفري. الست الحامل نيفر اند نيفر اند نيفر تاخد ورفري، امال تاخد ايه؟ هيبرين. ليه؟ الورفرين كاتيجوري اكس. وهناخد الكلام ده في مينز اند وومنز هيلث ان شاء الله، ما تستعجلوش وما تتخضوش وما تقلقوش، الدنيا ظريفه ما تقلقوش يعني. الكاتيجوري اكس ده يعني لا يستخدم ابدا في الست الحامل، مش هايلي، نيفر، ما فيش حاجه اسمها. زي الثاليدومايد اللي عمل كارثه في المانيا، الثاليدومايد اللي هو نزل اطفال من غير اطراف، الثاليدومايد حطوه يا جماعه في الاندر جراد ده. طبعا طبعا الثاليدومايد ديزاستر، كارثه الثاليدومايد اللي في المانيا، نزلت يعني الاف من الاطفال كانوا بياخد، الام كانت بتاخد ثاليدومايد مهدئ ومسكن ومش عارف ايه وظريف ولطيف من غير اعضاء، كارثه. فده كاتيجوري اكس يعني، هو في الاول منعوه خالص وبعدين يجوا قالوا طب ما الرجاله يعني، طب ما ياخدوه يعني. طب انا استخدم للرجال او السيدات اللي هم خلاص يعني كنترول ما يحصل لهمش حمل يعني كده يعني. واخدين بالكم ازاي؟ فالست دي لو هي تايم ليميتد ممكن تاخد هيبارين، مش تاخد اورفا. انا بديلكم امثله بس للتايم ليميتد ريسك فاكتور يعني خلاص. فانا لو انا دي بي تي وبمر الستايم ليميتد يعني واحد عامل العمليه او كده، بديله وورفرين الاي ان ار تارجت من 2 ل 3 لمده قد ايه؟ 3 شهور كفايه قوي. طيب لو فريكوينت بقى، لو ريبيت الدي في تي او بالمونر امبوليزم، بدي برضو الاي ان ار تارجت ليفل من 2 ل 3 ولكن التايم لمده قد ايه؟ لونج تيرم. ده فريكوينت بقى، ده بجد تاني يعني. الدي في تي الجلطات اللي جات له مش اول مره، ده بدات تجي له تاني وتالت. يبقى انا هدي الاي ان ار تارجت ليفل من 2 ل 3 ولكن الديوريشن اوف تريتمنت لونج تيرم. لونج تيرم لا حد يقول لي لونج تيرم يعني الا ما شاء الله بقى يعني، ممكن سنتين ثلاثة نعيد تقييم تاني، ممكن نقلل نبطل نستمر مدى الحياة لونج تيرم خلاص. ثلاثة، لو في باي بروستيك هارت فالف اورتك، خلي بالكم البروستيك هارت فالف اللي هي الصمامات في باي بروستيك وفي ميكانيكا. باي بروستيك يعني جاية من حاجات انيمالز فتكون لطيفة وظريفة، ميكانيكال يعني معادن وحاجات كده. فمتوقع ان البايبروسيتيك ولا الميكانيكال يكون الطف؟ بايبروسيتيك. طيب دي رقم واحد. في اورتك فالف وفي مايترال فالف. المايترال فالف جوه القلب ما بين الشمال فوق والشمال تحت، مايترال فالف. والاورطه وانت خارج، فبرضه لو في انسداد جوه القلب اشرس ولا براه؟ جوه، لا جوه القلب، جوه القلب اشد. يبقى الميكانيكال هارت فالف دي حاجه اشد، المايترال فالف اشد من الاورتال فالف. ده يفيدنا في ايه؟ في التارجت اي ان ار وفي الديوريشن اوف تريتمنت، هنعرفها دلوقتي. لو انا عندي بايبروسيتيك هارت فالف اورتيك، بايبروسيتيك حاجه بسيطه واورتيك بسيطه برضه، يبقى التارجت اي ان ار من 2 ل 3 والديوريشن 3 شهور. طب لو هو بايبروسيتيك ولكن مايترال خفيفه وتقيله، يعني بايبروسيتيك خفيف بس مايترال تقيل، يخلي الاي ان ار من 2 ل 3 ولكن الديوريشن لونج تيرم لانه مايترال فالف. طب لو انا ميكانيكال هارت فالف اورتك، الميكانيكال تقيله بس الاورتك اخف، يبقى اي ان ار من 2 ل 3 والديوريشن لونج تيرم. طب لو ميكانيكال هارت فالف ومايترال الاثنين شداد، ميكانيكال هارت فالف دي حاجه شديده وبيأفكت المايترال فالف مش اورتك، دي حاجه شديده. الوحيد ان التارجت اي ان ار من 2.5 ل 3.5 مش من 2 ل 3 واللونج ولونج تيرم. الايه؟ المفروض قصدها زميلتكم مش
تحمل الحمل الولاده. صح. وده صوره للميكانيكال وده البايوبروستيك الحاجات الحيويه. ميكانيكال هارت فالف وبايوبروستيك. عرفنا الاوفرلابنج والهيبرين. وبعدين بقيس بعد شويه عشان اشيل الهيبرين بعمل بقيس تيست اللي هو اسمه ايه؟ الاي ان ار. لو لقيته وزن ثابته كل هو غالبا من 2 ل 3 بروح ساحب الايه؟ الهيبرين. خلاص؟ الدوزنج قال لك الانيشال دوز من 5 ل 10 مللي جرام لودنج دوز ثم بعد كده بظبطها بناء على الاي ان ار. لو انا حابب اغيرها يقول لك يستحسن ان انا اغير الجرعه من 5 الى 20% فوق او تحت من الجرعه اللي بياخدها. يعني ايه؟ يعني الشخص ده بياخد 5 مللي جرام ماريفان ولقينا ان الاي ان ار بتاعته 4 وانا عايز من 2 ل 3 عايز اقلل، يستحسن ان انا اقلل من 5 الى 20% من الجرعه اللي بياخدها. لو العكس، لو بياخد 5 برضه والاي ان ار 1.5 ومحتاجه تبقى من 2 ل 3 يبقى زود الجرعه من 5 الى 20% من الجرعه اللي بياخدها. 25 في المية سهلة بقى يعني، وحد يقول لي من 5 ل 20 حسب الحالة. أفضل هو 2.3 من 10 أو 1.9 من 10 عايز يبقى 2 خليها 5%. أفضل هو 1.2 من 10 عايز يبقى 2.5 خليها 20%. يعني في رينج كويس على حسب، فصله أنت على حسب الحالة. واصلة؟ خلاص. الأدفيرس إفكت ممكن يحصل بليدنج، إبستاكسس اللي هو نزيف من الأنف، هيماتيوريا بلاد في اليورين، جي اي هيموريدج، بليدنج اوف جام، ايزي بروزنج. تخبط كده العيان ده لو اتخبط كده يزرق. الازرقاء اللي هو موجود ده من اي خبطه او من اي حاجه ده نزيف تحت الجلد اسمه ايزي بروزنج. اي خبطه صغيره كده بتعمل له. ممكن يحصل كمان سكن نكروزس، يعني ممكن يحصل تلف ودمج للسكن. ده نادر جدا، ولكن لو اي واحد بياخد ماريفان وجاله سكن نكروزس يوقفه. او بيربل تو سندروم، برضو صباع رجله بيتلون للون البيربل وده برضو ممكن يعمل له جنجرين ده يوقفه على طول، ولكنها حاجات نادره يعني ما شفناهاش بصراحه. والتراتوجينيستي بقى هو كاتيجوري اكس، لا يستخدم ولا في الفيرست ولا في السكند ولا في الثيرد ترايمستر، لانه في الفيرست ترايمستر ممكن يعمل نيزال هايبوبليجيا، والسكند والثيرد ممكن يعمل منتال ريتارديشن، لانهم كانوا شوية كده بدأوا يقولوا إيه في الفيرست ترايمستر بس، وممكن بعد كده ما هو خلي بالكوا كاتيجوري إكس هو كده برضه الأكثر في الفيرست ترايمستر. ليه؟ لأنه الفيرست ترايمستر هو اللي بيحصل فيها أورجانوجينيسيس بقى وتصنيع الأعضاء وإلى آخره، إنما بعد كده خلاص ممكن يعدي يعني. إنما قال لك لا، الورفرين ما تدوش خالص. خلاص؟ دراج إنتر أكشنز. بص يا جماعة، الورفرين بيحصل له ميتابوليزم عن طريق المايكروسومال انزيمز. في فرق بين الليفر انزيمز الاي اس تي والاي ال تي وما بين المايكروسومال انزيمز اللي هي سيتوكروم بي 450 3 اي 4 2 دي 6 3 اي 2 2 دي 19 2 سي 9. ده المايكروسومال انزيمز دي اللي بتعمل ميتابوليزم للادويه. خلاص؟ اي دواء بيحصل له ميتابوليزم عن طريق المايكروسومال انزيمز، توقع دراج دراج انتر اكشن ازاي؟ لو الشخص ده خد دواء تاني، الدواء التاني ده كان انزيم انديوسر او انزيم انهبيتور، يبقى على طول هيضرب في الايه؟ في الدراج الاولاني. لو الدواء التاني انزيم انديوسر يبقى هينديوس الانزيمز اللي بتكسر الدواء الاولاني، يبقى محتاج ازود الجرعه ولا اقللها؟ ازودها. يبقى ده الاي ان ار هيقل لو انا خدت دراج انديوسر، فمحتاج ازود الجرعه عشان الاي ان ار يزيد. والعكس صحيح، لو انا اديت انزيم انهبيتور لدواء بيحصل له ميتابوليزم هيحصل له انكريز في الكونسنتريشن بتاعه، اقلل الجرعه. برافو عليك، عشان ما يبقاش توكسيك ما يعملش سايد افكتس. طالما ان الدواء بيحصل له ميتابوليزم عن طريق الميكروسومال انزيمز، على طول عينك على الدراج دراج انتراكشن. والورفرين من الحاجات اللي بيحصل لها ميتابوليزم عن طريق سيتوكروم بي 450 انزيم. خلاص؟ فالحاجات بقى الانزيم اندكشن والانزيم انهبيتورز بقى ومعروفه بقى، الانديوسنج زي الفينوباربيتال والكاربامازيبين ومش عارف ايه وحاجات معروفه قوي، والانهبيتورز زي ترايميسوبريم سالفوسيزول السايميتيدين الاوميبرازول الكينولونز الحاجات دي كلها. خلاص؟ اعمل ايه لو حصل توكسيستي من الورفرين؟
يعني مثلا لو الاي ان ار قلنا من 4 ونص ل 10، انتوا متخيلين يعني ايه 4 ونص ل 10؟ يعني ابدا اتدخل من 4 ونص ل 10، يعني معناه ان الدنيا تيكت ايزي زي ما بيقول، يعني ما هياش يعني ليش مثلا واحد التارجت من 2 ل 3 لقيته مثلا 3 ونص تقول اه الحق نزيف هيحصل، لا عادي. فانت ممكن تبقى من 4 ونص ل 10 ومفيش بريدنج، نو ايفيدنس اوف بريدنج، كل اللي تعمله انك توقف الجرعه واثنين وثلاثه وتقيس الاي ان ار وتعمل ري انيشيشن وذ لو دوز. وحد يقول لي هو انا لما وصلنا قوي كده او نزيف او كده برجع تاني ورفرن؟ ايوه، ما هو ايه اللي رماك على المر؟ ما هو ما حدش بياخد الماريفان والحاجات ده الا الناس اللي هم ام اي او عنده صمام مغيره او عنده بلاوي زرقاء، ربنا يعافينا يعني. محدش يقول بقى ايه طب ما نبطله وخلاص، لا مفيش حاجه اسمها كده. احنا هنقول الاشد من كده دلوقتي. فلا يعني ريكومندد اجينست روتين فيتامين كي، يعني ايه الكلمه السطر الاولاني دي؟ كانوا الفيتامين كي هو الانتيدوت للورفر. فقال لك لو من 4 ونص ل 10 ومن غير بليدنج لا ما تديش فيتامين كي. لا وقف اوميت سكيب 1 اور 2 دوز، اعمل مونيتور للاي ان ار لما يبقى ويذن ثيرابيوتيك، اعمل ري انيشيشن للماريفان ان لو دوز. وكان السؤال ده جه في الامتحان الانترناشونال ازاي؟ وكان الستيبز كده انك توقف واحده واثنين وتعمل عارفين كانت ايه الحته؟ ان في واحده منكم قال ما كانش يعمل مونيتور، قال لك وقف واحده واثنين واعمل ري انيشيشن ان لو دوز. لا ده انا لازم اقيس الاي ان ار الاول. لحد ما يبقى من اثنين لثلاثه زي ما انا عايز. ساعتها بقى اعمل ري انيشيشن ان لو دوز. طب لو اكبر من 10 ونو بليدنج؟ لا اكبر من 10 تقلق يعني. بس هدي فيتامين كي بس اورال خلاص، واسكيب او اومت كذا جرعه، وبعدين بعد كده امونيتور ولحد ما الاي ان ار يبقى كده اعمل ري انيشيشن ان لو دوز. طب اكبر من 10 وبليدنج بقى اوقف خالص دلوقتي، مش دلوقتي بقى مش قصتنا دي، ده الموضوع خطير. ادي فيتامين كي اي في ده الانتيدوت، وادي حاجه اسمها بروثرومبين كومبلكس كونسنتريت، حاجه كده من مكونات الدم، انتوا عارفين الدم كده بياخدوه لما واحد بيتبرع بالدم يجيبوا كده البليتليتس الصفايح كرات الدم الحمراء بروثرومبين كومبلكس كونسنتريت البلازما مش عارف عاملين ازاي. في حاجه اسمها بروثرومبين كومبلكس كونسنتريت برضو ايه فيها بروثرومبين عشان يعمل يعني جلطه يعني او يوقف النزيف ده بتتاخد. وممكن اعيد الفيتامين كي اي في بعد شويه، يعني ده التوكسيستي من الورفر انه ازاي اتعامل معاه. خلاص؟ المونيتورنج بارامترز بالساين والسيمتومز، بس خلي بالكم ممكن الواحد يبقى نوز بليد، جام بليد، ايزي بروزنج، نوز بليد، جام لسه بليد، ايزي بروزنج، وزن ثيرابيوتيك رينج، يعني واحد بياخد اي ورفر والاي ان ار بتاعه من 2 ل 3 ونوز بليد وجام بليد وايزي بروزنج عادي متعايش معاهم والدنيا ما هياش يعني بايظه خالص عادي. تقول له تعمل له ري اشورنس، ده بيحصل حتى في الجرعه السليمه. خلاص سيفير بقى بليدنج بقى لا محتاج ايفالويشن زي الهيماتيوريا. هيماتيميسيز يعني ايه هيماتيميسيز؟ بيرجع دم. هيموبتيسيس بيكح دم. ميلينا يعني ايه ميلينا؟ لا ميلينا بلاك تاري ستول، بلاك ستول معناه نزيف بس نزيف في الابر جي اي تي المعده او المريء. على ما نزل بقى في الانتستين والسمول انتستين واللارج انتستين بقى كانت هضم وبتاع بقى اسود. لو الشخص يا جماعه ما بياخدش اي ميديكيشن او فحم او ولقينا الستول بتاعه اسود دي حاجه خطيره. في ادويه ممكن كولين والبكتين ومش عارف ايه بعض الحاجات مع الشاركول الحاجات دي ممكن تسود اللون الستول، بس لو هو مش بياخد حاجات من الحاجات دي والستول اسود ده يبقى ميلينا حاجه خطيره. في هيماتوتشيزيا، هيماتوتشيزيا يعني ايه؟ فريش بلاد بقى ان ذا ستول ريكتال بليدنج ده فريش خلاص. ويعني المونيتورنج بارامترز الساين والسيمتومز سواء بليدنج مايلد او سيفير، والاي ان ار اللي احنا قلنا عليها بروثرومبين تايم بتاع العيان على الافرج بروثرومبين تايم مرفوعه لاس اي اس اي دي يعني الانترناشونال سنسيتيفيتي اندكس، وكانه حاجه معينه عشان تخلي النتيجه ثابته في كل العالم وكل المعامل ما يبقاش في فاريشن ما بين معمل والتاني يعني، انما هي الاساس بتاعها بروثرومبين تايم بتاع العيان عن نورمال بروثرومبين تايم. حته الاي اس اي دي ما عادي ما تشغلوش بالكم بيها.
حاجه اسمها انترناشونال سنسيتيفيتي اندكس، وكانها بت ايه كوركشن، بحيث النتيجه تبقى هي هي في نفس في اي مكان وفي اي معمل عشان استخدام الريجنتس مختلفه يعني. تعالوا بقى يعني سبحان الله، واحد عنده ريسك ان يحصل له جلطات فبياخد وورفرين، وبعدين برضو الدنيا مش سايبه في حاله، عايز يعمل عمليه. طبعا عشان تعمل عمليه وبتفتح والاي ان ار من 2 ل 3، لا ده لازم الاي ان ار يكون قريب من الواحد، اقل من 1.5، تحت ال 1.5 ممكن. اعمل ايه بقى؟ البروتوكول بيقول التالي، خلي بالكم معايا ركزوا، سهله وما فيهاش حاجه. هنوقف الورفرين؟ لا مش على طول كده. هدي فيتامين كي، انا عارف انت قصدك ايه، لو انا لو امرجنسي صح، برافو عليك، لو يعني زميلته نط خطوه وقال ايه ادي فيتامين كي، وكاني مثلا معظم العمليات هي فعلا بتبقى حالات طارئه يعني زي ده بتاع، مش هقعد 5 ايام يعني. البروتوكول اللي انا بقوله ده بنقعد 5 ايام موقفين الماريفان. طبعا لو حاله طارئه فعلا زي ما زميلي قال، لا هدي بقى بروسترول بين كومبلكس كونسنتريت او فريش فروزن بلازما مع الاي في او الاورال فيتامين كي عشان خاطر انتيدوت ليها يعني. كلام صح بس في الحالات الطارئه، الحالات العاديه بوقف الماريفان 5 ايام، وبعد امونيتور الاي ان ار لحد عند اليوم الخامس، لقيت تحت ال 1.5 كده تمام، لقيته لسه ما جابش ال 1.5 بدي فيتامين كي برده عشان يقلله تحت ال 1.5، ثم اعمل العمليه. بعد العمليه ابدا ادي تاني الماريفان بعد من 12 ل 24 ساعه من العمليه. ليه؟ كده بدري شويه، ليه؟ اصل انا عارف ان الماريفان او الورفرين بياخد وقت على ما يشتغل. برافو عليك. طب كويس، وبعدين بعد كده بقى بكمل عادي بالماريفان زي ما انا ماشي. طب اقدر الشخص ده عنده هاي ريسك اوف كواجيوليشن اوف ثرومبوزس اوف امبوليزم، ولو انا قعدت الخمس ايام من غير انتي كواجولانت ممكن يحصل له جلطه في القلب او في الصمام او في المخ او كده ويضيع. شفتوا بقى ازاي؟ اعمل له ايه؟ بايه؟ لا اقول كلامك فيه يعني، كمل ويبقى صح. برافو عليك. بدي في نفس اليوم اللي بوقف فيه الماريفان، في نفس اليوم يكون مدي هيبارين سواء انفراكشنيتد او لوم لوكالوريتي هيبارين، واقعد امشي 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 وبقيس الاي ان ار برضه. الاي ان ار على فكره هي انديكيشن للورفرين بس، ملهاش علاقه بالهيبارين، فبتقل لان انا موقف الورفرين، تقل 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 لحد ما تبقى اقل من 1.5. يقوم لو انا بدي كليكسان اللي هو لوم لوكالوريتي هيبارين بوقف قبليها ب 24 ساعة، قبل العملية ب 24 ساعة. ليه؟ لأنه الـ ويز لونج هاف لايف شوية. لو أنا بدي هيبارين العادي اللي هو الأنفراكشنيتد قبليها بأربع ساعات بس. قبل العملية بأربع ساعات بس أكون موقفه. ليه؟ شورت أكتنج يعني بيخلص بسرعة. مش هيزعلني. والأي إن آر خلاص بقى أقل عن الـ 1.5. ثم بعد يعمل العملية. طب بعد العملية برضه ما هو بعد 12 ل 24 ساعة هدي ماريفان بس مش هيبدأ يشتغل على طول. هيبارين، إمتى بقى الهيبارين؟ صح صح اوفرلابنج بعد العمليه. صح الورفرين بعد من 12 ل 24 ساعه. طب الهيبارين؟ لا ليه بقى؟ ده الهيبارين بيشتغل على طول. فاهم فاهم قصدي؟ ده الهيبارين بيشتغل على طول. فلو هي ماينور سيرجري عمليه بسيطه بعدها ب 24 ساعه. لو ميجور سيرجري بعدها ب 48 الى 72 ساعه. ليه؟ لان الهيبارين اول ما تديك ساعه واحده ويشتغل، ولو لسه الجرح مخيطه ولا حاجه ساعات وكده هينزف هيموت. انما الماريفان ما ببداه 12 24 ساعه حسب ظروف العمليه والدنيا، وانا عارف ان هو تاتا تاتا كده على ما يبدا يشتغل. اللي قبل العمليه بنسميها ايه؟ بريدجنج ويز هيبارين. شفت بقى ازاي؟ كان الورفرين مشي كده وقف، فعملنا كوبري لحد العمليه بالهيبارين. انما ما بعد العمليه اسمها ايه؟ اوفرلابنج ويز هيبارين، لان الاثنين مع بعض. شفت بقى ازاي؟ شفت المصطلحات العلميه؟ ما قبل العمليه اسمه بريدجنج ويز هيبارين، ما بعد العمليه اوفرلابنج ويز هيبارين. لو في حاجه بسيطه واحد هيخلع ضرسه او هيشيل كلو او حاجه، مش محتاج اصلا انك تعمل حاجه يعني ولا
يعني الدنيا بتبقى سهلة يعني مفيش مشكلة. ده الدوزز بتاعت اللوم نوكلويت هيبارين، يقول لك النوكسابارين 1 مللي بير كيلو، ده الثيرابيوتيك دوز 1 مللي بير كيلو، 1 مللي بير كيلو 2 تايمز بير داي او 1.5 مللي بير كيلو وانس ديلي. لو دوز يعني بص يا جماعه الثيرابيوتيك دوز اللي هي لو واحد عنده ريسك عالي جدا وهعمل له اوفرلابنج او بريدجنج، او واحد برده عنده ريسك وبهديله شويه هيبارين برده كعلاج بديله الثيرابيوتيك دوز اللي هي 1 مللي بير كيلو بير داي. كليكسان تعالوا نقيس على كليكسان، واحد وزنه 70 كيلو ياخد 70 الصبح و70 بالليل، ما 1 مللي بير كيلو توز دي يعني الصبح بالليل، او 1.5 على بعض وانس 1.5 ب 70 بكام؟ 100، واديله 100 وحده خلاص. شوف بقى انت عندك في السوق 60 و40 و30 ظبطها، ادي 100 وخلاص، او 70 و70 يعني، او اقرب حاجه 60 و60 يعني 70 ممكن تمشي 60 و60 فاهم قصدي؟ ده بالنسبه للثيرابيوتيك. انما لو بروفلاكتيك، لو يعني مثلا واحد عامل عمليه وطايح الفراش، انا قلقان ان يجي له ديك فينسون بوز بس لا جاله قبل كده ولا اي حاجه، بس انا عايز اديله حاجه وقائيه، ادي اللودوس 30 مللي مرتين في اليوم خلاص. في دواء اسمه الدابيجاترين، ده برضو احنا اتكلمنا عن الورفرين، ده نيو انتي كواجولانت اسمه الدابيجاترين، هناخده في الكارديولوجي بالتفصيل. ايه هو؟ اف دي ابروفد دايركت ثرومبين انهيبيتور انديكيتد للبريفنشن اوف ستروك والسيستميك امبوليزم للشخص اللي عنده الاترال فايبريليشن، وهناخد الكلام ده بالتفصيل في الاترال فايبريليشن في الكارديولوجي. الجرعه بتاعته 150 مرتين، ولو الكدني فيها مشكله بيبقى 75 مرتين. كونترا انديكيتد لو في اكتف بليدنج. الاونلاين يا جماعه هل تحفظ يعني اللي نكسر بالين احفظيها يا دكتوره مي مش مشكله. البروزنج يا دكتوره سمر معناها واحد يتخبط كده في ايديه يحصل زرقان، يقول لك كدمه كده، ده البروزنج. دكتوره مي اوفرلابنج وهيبارين اظن احنا عدناها تاني، ان انا بدي هيبارين مع الورفرين لحد ما الورفرين يشتغل ابدا اشيل الهيبارين. والاي ان ار قلناها برده جت في السلايدز اللي هي الانترناشونال نورمالايزد ريشيو خلاص. والجرعات الاكسرالين كثيرابيوتيك وكبروفلاكتيك احفظيها ما يجراش حاجه، دي سهله، 1 مللي بير كيلو توايس او 1.5 مللي وانس بير كيلو وانس، والبروفلاكسس 30 مللي الصبح 30 مللي بالليل بس خلاص. ده بالنسبه للدابيجاترين، وهو كونترا انديكيتد مع ريفامبين عشان بيحصل دراج انتراكشن. ده اللي انا عايزكم تعرفوه دلوقتي من الدابيجاترين، هناخده كتير في الكارديولوجي. دلتا بقى ما مش مشكله يا دكتوره مي، دلتا بقى مش مشكله، احفظي بس الانوكسابارين هو المهم. بعد كده برضه الريفاروكسيبان برضه اورال دايركت فاكتور 10 انهيبيتور. في حاجه جديده على فكره نازله في السوق اسمها ريفاروكسيبان فاكتور 10 ايه انهيبيتور. فاكتور 10 اللي هو فاكتور 10 في الكواجليشن فاكتورز، وايه دي معناها اكتف، يعني انتوا عارفين انه فاكتور 2 بيتحول لفاكتور 2 ايه، يعني الثرومبين او البروثرومبين اللي هو 2 يتحول لثرومبين اللي هو 2 اكتف. يعني سواء ميزه الادويه دي ان هي اورال، حته ان اورال فيرسس انجكشن ده فرق شاسع فوق ما انت بتتخيله. واحد هيمشي على دواء سنه او ست شهور، لوجيك انه ياخدهم انجكشن ولا اورال؟ طبعا. هو مشكله المشاكل في الانسولين ايه؟ انجكشن. فدي ميزتها يعني. فهو الريفاروكسيبان ده بيستخدم في البروفلاكسس من الفينا ثرومبي امبوليزم، عايزين الفينا ثرومبي امبوليزم باختصار الدي تي اي، فينا ثرومبي امبوليزم للعيان اللي هيغير ركبه او هيغير مفصل الحوض هيب جوينت، او بياخد لو هيغير مفصل الحوض لمده 35 يوم من الريفاروكسيبان، لو هيغير مفصل الركبه لمده 12 يوم بس، ده الانديكيشن بتاعه. انديكيشن تاني اللي هو بروفيلاكتيك من الاستروك والسيستميك امبوليزم للعيان اللي عنده اترال فابريليشن، برضه بيتاخد بس بجرعه، يمكن هنا كان 10 مللي جرام وانس، هنا 20 مللي جرام، ولو حصل مشكله في الكدني يبقى 15. يعني الحاجات دي مش مهمه قوي، ما تقلقوش منها او ما تضايقكوش يعني. وله علاقه بالكرياتين؟ ما هو الرينال امبيرمنت كرياتين كليرنس، لو حصل كرياتين كليرنس لو اقل من 30
ما يتاخدش خالص، لو من 30 ل 50 مثلا او فوق ال 30 سوري 10 مللي في اليوم. وهنا برضو لو هو الكرياتين كيلوز فوق ال 50 يتاخد 20 مللي في اليوم، من 15 ل 50 يتاخد 15 مللي، تحت ال 15 مش مستحب. يعني بصوا لها بصه كده، ما تركزوش فيها قوي، ما تتضايقوش. يعني عايز اقول لكم بس حته مهمه، حته الهيب بون والهيب جوينت ده حاجه خطيره. يعني عظمه الفخذ دي يا جماعه، يعني تحس ان لو واحد دكتور فاهم بقى يقول لك عظمه الفخذ لو حصل فيها كسر دي كارثه من كوارث الزمن. ليه؟ عضله الفخذ قويه جدا، والعظمه نفسها بتاعه الفخذ سميك يعني قويه جدا برضه. فتخيل ايه اللي يكسر ده؟ كارثه. وبعدين انتوا عارفين الفخذ ده ممكن يتحمل لتر ونص دم نزيف من غير ما يبان عليه. تخيلوا. فالعمليه طبعا لذلك حتى يقول لك اما الهيب جوينت تغييرها من 35 يوم ناخد العلاج، والني 12 يوم بس، اقل من النص، اقل من نص الوقت. يعني معناها قد ايه الهيب جوينت والهيب بون حاجه خطيره جدا. الابكسيبان برضو ابروفد سنه 2012 لبروفلاكسس من الاستروك والسيستميك امبوليزم للعيان اللي عنده اترا فايبريليشن. خلاص الجرعه بتاعته 5 مللي توايس ديلي، ممكن تبقى 2.5 مللي توايس ديلي لو الشخص حاجه عنده حاجتين من الثلاثه دول، سنه فوق ال 80 وزنه تحت ال 60 السيرم كريات فوق ال 1.5، اثنين من الثلاثه دول خلاص. او لو بياخد حاجه انهبيتورز للسيب 3 اي 4 او البي جلايكوبروتين برضه نقلل الجرعه، وكانه بيحصل له ميتابوليزم مع الحاجات دي. فلو في حاجه بتعمل له انهبيشن فمحتاج اقلل الجرعه شويه. فاهمين انتوا دراج دراج انتر اكشن؟ يعني الابكسيبان وكانه بيحصل له ميتابوليزم عن طريق السيتوكروم 3 اي 4 والبي جلايكوبروتين. ولو في دواء انهبيتور للحاجات دي هيستوجب ان انا اغير الجرعه او اقللها من 5 مرتين ل 2.5 مرتين. خلاص؟ برضه ده كلام كله قرايه. بص يا جماعه احنا في الفاكسينيشن في حاجه اسمها البرايمري فاكسينيشن، اللي هو اللي الطفل الفاكسينات او التحصينات اللي الطفل بياخدها، اللي هو الثلاثي البكتيري والثلاثي الفيروسي والتي دي بي والام ام ار ومش عارف الحاجات دي كلها. في حاجه اسمها بوستر، يعني وكان البوستر دي بياخدوها لما بيكبروا شويه، وكانها تقويه او تذكره للمناعه. لان يعني مع الوقت لو الواحد مثلا طفل خد الفاكسين من سنين ممكن المناعه تنسى، فمحتاجه بس حاجه بس تنشطها وتذكرها. يعني ده البوستر. يعني في البرايمري فاكسينيشن اللي هو للاطفال الدي تي بي، دفتريا تيتانوس بيرتازس اللي هو الدفتريا والتيتانوس والبيرتازس اللي هو السعال الديكي، بيتاخد شهرين 4 شهور 6 شهور من 12 ل 15 4 سنين او سنتين 4 كده، يعني بتاخد 5 6 مرات. من 11 بقى ل 64 سنه بتاخد حاجه اسمها التي دي بي. سيبكم من كلمه ايه دي ملهاش لازمه، الاي سيلولار بيرتازس، يعني التكنيك بتاع تصنيع البيرتازس اسمه اي سيلولار تكنيك، من قبل كده هول مش عارف تكنيك وحاجه. يعني المهم ان هو تيتانوس ديفتيريا بيرتازس. طب ايه الفرق بين البي الدي تي بي والتي دي بي؟ هو الدفتيريا تيتانوس بيرتازس، تيتانوس ديفتيريا بيرتازس. عارفين زي ايه؟ زي اسماء تجاريه، بس ده بقى مش هو ازاي؟ التي دي بي بوستر يستخدم من 11 ل 64 سنه، ما ينفعش يستخدم للطفل اللي هو شهرين 4 شهور 6 شهور كده. ليه؟ لان ده بوستر تركيزه معمول نفس الاكتف انجريدنت ولكن تركيزها مختلف، اقل ولا اكتر؟ برافو عليك، اقل فعلا. يعني التي دي بي اقل من الدي تي بي مع انها للكبار شويه اهو، بس دي تذكره، دي بوستر فهي اقل. قال لك الجايد لاينز اللي اتغير ايه؟ قال لك ان الطفل او اي شخص المفروض ياخد الدي تي بي عند شهرين 4 6 مش عارف ايه لحد ما يخلص البرايمري فاكسينيشن، ثم عند من 11 سنه ل 64 سنه لازم ياخد مره تي دي بي اللي هو البوستر، ثم بعد كده كل 10 سنين تي دي، كل 10 سنين تي دي تي دي، بيشيلوا البيرتازس بيعمل اثار جانبيه وبيعمل مشاكل، كفايه بس انه يتاخد مره واحده. ثم بعد كده كل 10 سنين التي دي تيتانوس ديفتيريا تيتانوس ديفتيريا، كل 10 سنين كل 10 سنين كل 10 سنين. هو عايز يقول ايه هنا؟ قال لك لو واحد مثلا عنده 20 سنه وما كانش واخد التي دي بي ولسه واخد من سنتين التي دي، المفروض ياخدها بعد 10 سنين. قال لك لا، لازم تدي له التي دي بي مره
regardless of the last TD ثم بعد كده انتظم كل 10 سنين TD. بس هو عايز يقول كده. يبقى الـ TDB بتتاخد مرة واحدة من 11 ل 64 سنة تتبعها كل 10 سنين TD TD TD. قدر الشخص نسي ياخدها ياخدها regardless with the last TD dose ثم بعد كده ينتظم كل 10 سنين ياخد الـ TD. واصلة؟ طب قولي ايه اللي مش واصل؟ واحنا لو قعد 10 سنين قعد حبه ما بياخدش هياخد بقى TDB وبعد كده يرجع TDB. هو لازم ياخد مرة TDB الأول ثم بعد كده كل 10 سنين TD. بس قدر هو قصده يقول ايه؟ قدر هو الشخص نسي او الدكتور ما كانش عارف او كده وكان ماشي بعد البرايمري فاكسينيشن بتي دي كل 10 سنين تي دي كل 10 سنين بس ما خدش ولا مره تي دي بي على بعض لازم ياخدها. مش البرايمري التي دي بي البوستر. هو السؤال لو خد تي دي بي مره واحده بس وجس تي دي احنا كلنا ما بناخدش تي دي. مش علينا احنا عامه الكورس ده مش علينا. ايوه ما عادي يعني انا قصدي عادي يعني هتعمل له ايه ده؟ هو ده اللي انا قلته. هنعمل له ايه ده؟ طيب واحد نسي هنعمل له ايه؟ ندي له تي دي لما يفتكر ايه المشكله؟ بس الفكره بس انك تبقى حريص انك تدي له مره تي دي بي بس وخلاص. خلاص؟ طب هو لو ما خدش البرايمري ده في بقى حاجه اسمها كاتش اب سكيدول للناس اللي ما خدتش البرايمري بتبقى حاجه معروفه يعني. جرعه تنشيطيه. طيب عايز يقول ايه تاني؟ كل الانديفيدوالز اللي 60 سنه واكتر لازم ياخدوا الزوستر فاكسين الهيربس زوستر يا جماعه الشنجل الحزام الناري. خليكم كده عندكم حرص يا جماعه ما توصلوا 60 سنه ان شاء الله اسالوا على الهيربس زوستر فاكسين بتاعكم اوعوا تسيبوه للدوله. دكتور في شباب في غرب بيجيلها برضه ممكن بس الفاكسين ريكومندد عند 60 سنه لانه بيبقى اكتر لما حد يكبر ومناعته تقل لو جاله بقى ساعتها يتعالج وبعد كده ياخد الفاكسين ذاتس اوكي بس بقول في العادي يبقى عند 60 يبقى يكون وصلت له الجرعه بتاعته. الهيباتايتس اي فاكسين كان زمان يقول لك من ضمن الكريتيريا اللي تستوجب ان الواحد ياخد الفاكسين بتاع الهيباتايتس اي الانسيد دراج يوز انجكشن. قال لك لا حتى الاورال الادويه اللي هي المخدرات والحاجات دي حتى لو اورال يستوجب ان ياخد الهيباتايتس اي فاكسين. الهيباتايتس اي فاكسين كان بيتاخد مش اي حد بياخد الهيباتايتس اي بتاخد الناس اللي بيروحوا سافروا اماكن فيها الايبيديميك المرض ده ايبيديميك موجود بكثره او من ضمن الحاجات ان الاليس دراج يوز اللي هو بياخد انجكشن بياخد حقن كوكايين وفينو وحاجات زي كده. قال لك النيو بقى حاجه جديده ان يقول لك حتى لو بياخد ادويه ابيوز يعني حتى لو اورال مش انجكشن ياخد الهيباتايتس اي خلاص وكاني برضو بيتعامل مع ناس وكده فخلي بالكم الايه بيتنقل بالاورال فيكال ترانسميشن. طيب ال HPV حاجه اسمها هيومن بابيلوما فيروس ال HPV اللي هو بيعمل هو فيروس كده بيجي في الفاجينا وفي السيرفكس ممكن يعمل كانسر. الجديد بقى ايه هنا؟ قال لك ال HPV هيومن بابيلوما فيروس ما كانش بيتاخد للست الحامل خالص وكان لو اتاخد في ساعه الحمل يبقى في مشكله. الجديد برضه هو مش بيتاخد برضه للست الحامل ولكن لو غلط يعني لو حصل خطا وهو واتاخد للست الحامل ما بيعملش حاجه عادي يعني وكانه المرحله الجايه هيقول لك عادي بيتاخد في الحمل عادي يعني وعايز يقول لك انه ايه؟ ان ما بقاش في حذر شديد قوي من الحمل ولا حاجه. انما لو اتاخد بالخطا للست الحامل ذاتس اوكي مش هنعمل حاجه بس بقيه السيريز هيبقى بيتاخد على ثلاث اربع مرات مش هنكمله الا بعد الحمل برافو عليك بس اوكي. سؤال يا دكتور عشان بس هو الزوستر فاكسين مش مكتوب اكتبوه اللي هو هيربس زوستر هو رقم ايه يا جماعه؟ All individuals 60 years and older should receive زوستر فاكسين. All individuals 60 years and older should receive زوستر فاكسين. انتوا عارفين بقى الانفلونزا فاكسين فيه لايف اتنويتد وان اكتيفيتد. اللايف اتنويتد اللي هو الانترانيزال مش موجود في مصر. اللايف اتنويتد يعني حي خلايا يعني فيروس حي. الانفلونزا فاكسين يا جماعه الانجكتابل فورم اللي عندنا في مصر كله الفلو فاكسين والفلوس مش عارف ايه ده كله ان اكتيفيتد يعني ميت فيروس ميت. اللايف اتنويتد بقى اللي هو حي اللي هو انترانيزال مش موجود في مصر.
يعني الفورمولا الانترانيزال من الفلو فاكسين هو ده اللايف اتنويتر. قال لك لو واحد عنده يعني حصل تغيير ان بدل ما هو ترايفيلنت فاكسين، يعني ايه ترايفيلنت؟ دايما الانفلونزا فاكسين كان عباره عن اثنين تايب اي انفلونزا وواحد تايب بي انفلونزا. قال لك بقى كوادريفيلنت اللي هو اثنين تايب اي واثنين تايب بي، يعني ده جديد برضه. ويمكن اللي منكم كان يعني دي حاجه معلومه جديده فعلا. طب 2013 2014 بس فعلا يعني دي حاجه جديده جدا، لان طول عمرنا نعرف ان الانفلونزا فاكسين عباره عن هو ترايفيلنت اثنين اي انفلونزا تايب اي وواحد تايب بي. الجديد ان خلوه 2 اي و2 بي بقى كوادري فيلنت. طب ايه تاني في الجديد في البتاع؟ قال لك يعني الانفلونزا فاكسين بيعملوه بيدخلوا فيه الايج وحاجات من البيض وكده، بيدخلوا في تصنيعه. هل اي واحد عنده هايبر سنسيتيفيتي تجاه الايجز، بس ما هي حاجه بسيطه قوي راش وكده، ذاتس اوكي، ياخد الانفلونزا فاكسين بس ياخد الايه ان اكتيفيتد فورم، ان اكتيفيتد فورم اللي هو الانجكتابل فورم. طب لو واحد عنده سيفير اليرجيك رياكشن توارد الايجز ما ياخدش خالص ولا ده ولا ده، اللي هو هيبقى انافلاكتيك شوك. الانفلونزا فاكسين ليه ريليشن بالايجز، في تصنيعه بيدخلوا فيه الايجز. في بعض الناس عندها حساسيه من الايجز، مش احنا طبعا مش مصر خالص يعني الحمد لله، ما شفتش حد عنده حساسيه من الايجز خالص، كلنا بناكل كل يوم ايجز قد كده. اكتفاء ذاتي الايجز. فقال لك لو الشخص ده عنده حساسيه، ممكن انواع انتوا عارفين، ممكن تبقى حساسيه بسيطه عباره عن طفح جلدي بتاع كده، وممكن تبقى انافلاكتيك شوك كان هيموت واتحجز في المستشفى وكان هيموت. فلو هي رشح وحاجات بسيطه ياخد الان اكتيفيتد فورم اللي هو الانجكتابل فورم. لو حساسيه شديده قوي ما ياخدش ده ولا ده بس وخلاص. هي دي الحاجات الايه الابديتد من الفاكسينات والحاجات دي. هنحل بس كام كيسه كده معلش عشان برضه نطمن ان انتوا زي الفل. كي ار 20 يير اولد وومن از ادميتد تو ذا هوسبيتال ان اكيوت ريسبيراتوري ستريس، شي ستيتس ذات شي هاز بين يوزنج هير بوي فريندز البيترول انهيلر اون ا ريجولار بيزس فور ذا باست 2 ييرز. During the past few months she has been using the inhaler throughout the day. Throughout the day دي mild ولا moderate ولا severe؟ Severe persistent. Which one of the following is the best maintenance therapy؟ السيفير رقم أربعة. تاخد ستيب أربعة. ستيب أربعة عبارة عن إيه؟ medium dose plus لابا. ستيب أربعة medium dose plus اللابا. لو تفتكروا ستيب 1 مفيش لونج تيرم كنترول. ستيب 2 لو دوز انهيلد كورتيكوستيرويد. ستيب 3 لو دوز بلس اللابا اور ميديم دوز. ستيب 4 ميديم دوز بلس اللابا اور هاي دوز ولا مش اور هاي دوز؟ ستيب 4 ما بندخلش الهاي دوز دلوقتي. ستيب 6 ستيب 5 ممكن هاي دوز 5 6. برافو عليك. يبقى الاجابه فلوتيكازون ميديم دوز بلس سالميترول صح. BV is a 70 year old woman with a history of recurrent deep vein thrombosis, hypertension and hyperlipidemia. Her medications include metoprolol, warfarin, thiazide, lovastatin. Which one of the following is the goal INR? اللي عنده DVT الجول INR بتاعه كام؟ من 2 ل 3. الايه؟ برافو عليك صح. طب لو انا ضفت سؤال من عندي، الشخص ده الديوريشن اوف تريتمنت قد ايه؟ بصوا كده الديوريشن، احنا قلنا التارجت اي ان ار والديوريشن ده ايه دول؟ لا انا بتكلم على الاي ان ار، مش انت بتتكلم على كده على الكورتيزون. لا انا بتكلم على الاي ان ار تارجت الورفرين انت كوجولانت، كنا بنتكلم على حاجتين التارجت اي ان ار والديوريشن اوف تريتمنت. التارجت اي ان ار 2 3 صح، الديوريشن برافو عليك. ريكورنت ديب فين ثرومبوز يا جماعه في ايه؟ الديب فين ثرومبوز العادي والبلوز العادي كان 3 شهور، بس لو ريكورنت رقم 2 بقى في الستة رونج تير. وصلت؟ ده واحد عنده ديب فين ثرومبوز هيسترو اف ريكورنت ديب فين ثرومبوز. الستة كانوا كده كالتالي، رقم واحد ديب فين ثرومبوز وذ ليميتد ريسك فاكتور او تايم ليميتد ريسك فاكتور، يعني مره واحده وما جاتلوش تاني، كنا ثلاث شهور. طب قال لك لو ريبيتد ديب فين ثرومبوز يبقى لونج تيرم. خلاص
60 year old man with mild chronic obstructive pulmonary disease has been using albuterol HFA as needed. His symptoms have worsened during the past few months. يعني هو بياخد